دخل قانون لمكافحة الإرهاب في مصر حيز التنفيذ بعد مصادقته من الرئيس عبد الفتاح السيسي. القانون الجديد المثير للجدل يفرض غرامات كبيرة على الصحفيين الذين يريدون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات الإرهابية. تقديم العزاء لأسرة الشهيد الذي. وكان الرئيس المصري قد تعهد بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو حزيران الماضي بتجديد قوانين مكافحة الإرهاب. الباطل على كلمة الحق الذي يواجه بكل. ويرى معارضون أن القانون الجديد يهدف إلى إسكات أصواتهم ويكبل يد الإعلام الذي أثارت تغطيته الصحفية لهجمات متشددين في سيناء غضب الجيش خلال الأشهر الماضية. بس لو سمحت.